اللي جاي نسمعه من الكتل وهذا التمسك بالمناصب وهذا اللي يسموه استحقاق انتخابي، يعني الاستحقاق الانتخابي شنو؟ من تلزمون وزارة تقدمون خدمات للناس لو تفيدون أحزابكم وشخصياتكم وتبنون مؤسسات وفضائيات برأس الفقراء، ليش ما حد جاي يعترف بالفشل؟ والفشل ما يحتاج لأي دليل، والله ما يحتاج لدليل، الفشل الأمني واضح، محافظات بيد داعش وبغداد يوميا نكبة ويوميا انفجار، الفشل الاقتصادي 13 سنة معتمدين على النفط، أي بديل ما خلقته، فشل الخدمات أبسط مطرة تفيض الشوارع، وهاي مشكلة الكهرباء الصيف جاي. وخلي نشوف شلون راح تواجهون الناس تصبحون على وطن آمن. في أمان الله.